السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في قناة بروسون. فيديو جديد من فيديوهات القناة. إن شاء الله النهاردة فيديو جديد بعنوان عمل مشروع فيس لاند ماركس بيستعمل تنسر فلو كيرس بالبايثون. إن شاء الله النهاردة هنشرح إزاي إن أنت تعمل موديل، أو مش هنعمل موديل، إحنا هنستخدم بري تريند موديل باستخدام تقنية الترانسفير ليرنينج. الموديل اسمه فيجي 16. ان شاء الله النهارده هنعمل الموديل ونعرف ازاي نعمل تريننج وتيست والحاجات دي. قدامك طريقتين، يا اما انت هنعمل الشغل ده، يا اما احنا هنعمله على كولاب، او حتى هتعمله على لوكال بي سي. في اختلاف بس المسارات بتاعت الملفات اللي انت هتحتاجها. يعني انا هنسيب لك هنا تحت لينك في الوصف ملف كده تحمله. ده ملف الداتا سيت، فيه الداتا سيت وفيه لو احنا كده بصينا عليه، هو بتبقى درار. انت تفك الضغط من عليها هتلاقي هنا ايه ثلاث ملفات، ملف الكولاب او ملف الجوبيتر لو انت هتشتغل على اللوكال بي سي، والتريننج سيت والتست ايمج. التست ايمج دي ان شاء الله بعد ما نبني بقى الموديل، وبعد ما نبني الموديل وبعد ما نعمل له تريننج هنتست على الصور دي. فانا هشتغل على كولاب المره دي، فانت هتبقى هي نفس الحكايه برضو، بس باختلاف بس ان انت المسارات الملفات وكده. فانت بعد ما تحمل الملف ده هنشتغل على كولاب دلوقتي. طب ماشي، هنعمل ايه على كولاب؟ هنروح على ابلود هنا ونقول تشوز فايل، وتختار الملف اللي هو ملف الاي بي واي ان بي اللي احنا لسه محملينه. فين الملف اللي انت فكيت الضغط عليه؟ هو الملف ده. وتختار هنا الملف ده اللي هو اسمه بعنوان انتايتلد 7. انا محمله عندي قبل كده فمش هحمله تاني. قدامك هنا عشان هنرفع بقى دلوقتي التريننج سيت بتاعتنا على الكولاب. ازاي؟ قدامنا طريقتين، يا اما هنرفعها على كولاب او نرفعها على درايف. هنرفعها على كولاب هتتمسح اول ما احنا نخرج من كولاب، فاحنا بنرفعها على درايف احسن. فانت تخش على ايميل الدرايف بتاعك بنفس ايميل كولاب، يعني اللي انت شغال على الاثنين بنفس الايميل، ايميل جوجل اللي شغال على كولاب هو اللي انت هتحط عليه ملف الداتا سيت بتاعك اللي على درايف. تعمل بقى فولدر جديد، مثلا انا حاطط التريننج سيت بتاعتي في فولدر اسمه يولو هنا اهو بعنوان تريننج دوت سي اس في. بس انت كل ما عليك ان انت تعمل كده، تاخدها كده تسحبها كده وتحطها هنا، هيبتدي معاك الابلود. بعد ما يخلص الابلود خلاص بقى احنا مش محتاجين كده، خلاص خلصنا ابلود. مثلا نقفل كده درايف، نيجي بقى هنا لملف الكولاب اللي احنا محملينه. اول حاجه انا حاطط هنا بيب انستول تنسفلو اصدار 2.1.0. ممكن انت ما تحتاجش انت الحاجات دي، انا حاططها بس عشان انا عندي في اللوكال بي سي لو انا حبيت ان انا احمل الموديل مع الكولاب واستخدمه عندي في البي سي، فلازم يكون اصدار الكولاب او اصدار قصدي التنسر فلو اللي انا شغال عليه على كولاب هو نفس الاصدار بتاع تنسر فلو اللي انا شغال عليه على البي سي، عشان الموديل يعرف يعمل بريدكشن ويعمل يعرف يشتغل من غير اخطاء. فانت ايه لو انت عايز تعرف برضو الاصدار بتاع كولاب عندك هنا، قصدي بتاع الاصدار بتاع تنسر فلو، تفتح كده انا عندي اناكوندا، تروح بقى للبيئه اللي انت مثبت فيها تنسر فلو، نقول هنا بايثون امبورت تنسر فلو اسكان تي اف. بس انا بياخد وقت شويه بس عشان تنسر فلو تقيل، وانا عندي الكمبيوتر اصلا ضايع خالص. فاحنا ايه خلينا نشغل دي كده، احنا هنعمل داون جريد للتنسر فلو ايا كان بقى الاصدار المثبت على كولاب. لو انت بتشوف الفيديو ده، انا عندي دلوقتي اللي هو الاصدار الاحدث اصدار دلوقتي تنسر فلو 2.3، فانا هنزلها ل 2.1. نشغلها كده شيفت انتر، انتر سنه خالص. هو في الكولاب هو بيبتدي حامل الداتا، هو هنا خلاص هنا خلص. هنكتب هنا ATF dot underscore underscore version الاصدار underscore underscore
اهو جايب لنا هنا ايه 2.1.0. الاصدار ده هو اللي مثبت عندك دلوقتي، فانت تاخده وتروح بقى ايه تشيل لو هو اصدار مختلف يعني، فانت تشيل هنا الرقم ده وتحط الاصدار اللي عندك. نستنى بقى كده شويه لغايه ما يثبت التنسر فلو، بيقول لك ايه انا انستولنج تنسر فلو 2.3، هو بقى يثبت التنسر فلو 2.1. بعد الخطوه دي هنعمل ماونت للدرايف اللي عندك، يعني هنجيب الملفات اللي في الدرايف عندك ونحطها في الكولاب هنا عشان نقدر ناكسسها، ان اكسس الملفات دي يعني اللي هي في درايف. عموما يعني خلينا نتكلم كده على الموديل شويه قبل ما نخلص. الموديل اللي احنا هنبنيه هنستخدم من زي ما قلت لك الفي جي 16، هنستخدم البري ترينر موديل في جي 16. ممكن انت تستخدم اي موديل تاني، ممكن تستخدم الموبيل نت، ممكن تستخدم الفي جي 19، ممكن تستخدم الاكسبشن والريزنت عادي يعني، بس انا استخدمت الفي جي 16 اداني يعني قيم كويسه يعني، فانت ممكن تجرب ممكن يطلع معاك موديل احسن وقيم افضل يعني. خلص كده هو هنا كده خلص عمل داونلود للتنسر فلو 2.1. نشغل بقى كده بنقول فروم جوجل دوت كولاب امبورت درايف درايف دوت ماونت، هنحطها في الفولدر اسمه كونتنت داش درايف. نشغلها كده شيفت انتر، بيدينا كده لينك نفتحه ندوس عليه كده، ده اللينك ده اللي احنا هنأكسس بيه على الدرايف بتاعنا. تختار انت الايميل بتاعك اللي انت شغال عليه دلوقتي، سماح هيدي لك هنا كده كود تاخده هنا كوبي كده تدوس على اللي هي البوتن اللي جنبها دي كوبي، تاخدها كوبي وتروح على كولاب وتحطها هنا كنترول بي وتدوس انتر. خلاص بقى نقفل التابوده دي مش عايزينها. خلاص كده عمل لها ماونت هنا. لو تلاحظ لو احنا رحنا على الملفات اللي في كولاب هنلاقي هنا ملف اسمه درايف اهو ماي درايف وجواه كل الملفات اللي احنا عايزينها. خلاص بقى احنا كده خلصنا، نبتدي بقى في الكود الفعلي للبرنامج للمشروع بتاعنا. احنا دلوقتي عندنا ترينينج سيت، طب احنا الموديل هنبنيه ازاي؟ الموديل هيبقى عباره عن الانبوت شيب، هيبقى ايمج 96 96 اللي هي اصلا الترينينج سيت عندنا الصور كلها 96 96 عرض وطول 96 96 وتشانل واحده بس. فاحنا الموديل بتاعنا هيكون الانبوت بتاعه 96 في 96 في 1، والاوتبوت بتاعه هيكون مصفوفه 1 في 1 في 30 تشانل، لان الكي بوينتس اللي احنا هنحطها للمشروع بتاعنا هتكون 15 كي بوينت، 15 نقطه هنحددها في الوش بتاعنا. فهتبقى الاوتبوت بتاع الموديل بتاعنا هيبقى 1 في 1 في 30 تشانل، كل 2 تشانل بتمثل نقطه اللي هي الاكس والواي. دلوقتي نعمل لود للداتا بتاعتنا. طبعا هسيب لك الكود ده يعني الكود ده انا جايبه من موقع كده في هسيب لك برضو الموقع كده المصادر اللي انا جبت منها تحت يا ريت تبص عليها. بنقول هنا ديف لود داتا فاليديشن سبليت. فاليديشن سبليت ده حجم تقسيم الداتا، ده اللي دي بتعمل ايه؟ بتعمل لود للداتا بتاعتنا من التريننج سيت وبتقسمها بقى، هتقسمها مثلا 90% تريننج و10% تيست 50% 50 براحتك اللي انت عايزه. فاحنا هنقول هنا سي اس اف سي اس في بس كونتنت درايف ماي درايف يولو في 3 تريننج دوت سي اس في. طبعا تحط بقى اللي انت حطيت مثلا، انت تحط اللي انت عايزه، تحط لو انت هتعمل مثلا في الماي درايف بتاعك نفس الاسم يولو في 3 الفولدر وتحط جواه التريننج سي اس في خلاص سيبها زي ما هي، او شيل اليولو في 3 وحط الفولدر بتاعك. لو انت بقى شغال على لوكال بي سي فانت ايه تحط الباس بتاع التريننج سي اس في بتاعك او الكمبيوتر بتاعك. ننزل كده تحت هنقول هنا داتا فريم بتساوي ريد دوت ريد سي اس في وبنعد الايمجز بتاعتنا اللي في التريننج سيت بداتا فريم ايمج دوت كاونت. في مشكله في الداتا سيت دي ان هو اللي عمل الداتا سيت دي كان في ايمجز كتيره مش معمول لها 15 كي بوينت. يعني ايه مش معمول لها 15 كي بوينت؟ يعني في ايمجز الكي بوينتس بتاعه قليله او هو مش مكمل الكي بوينتس بتاعتها كلها، فاحنا بنعمل لها دروب. فهو معلمها في الداتا سيت دي معلمها بقلم اسمه ان اي غير معرف، فاحنا بنعمل
دروب كل الايمجز اللي جواها اللي هي اللي فيها صف او عمود ان اي غير معرف، فهي بتصفصف على الاخر يعني بتصفصف على الاخر ب 2000 صوره. يعني هي اصلا الداتا سيت فيها 7000 صوره، بس الصور بقى اللي هي ما فيهاش كي بوينتس او هو مش معرف لها كي بوينتس هو، فهو ايه بتصفصف في الاخر على 2140 صوره. ممكن انت تستخدم تريننج سيت تانية براحتك، ممكن انت تجيب تريننج سيت تانية تحطها على التريننج سيت ده يفيد في الموديل كمان، بس احنا هنستخدم التريننج سيت دي بس. دلوقتي ايه بنحول الصور اللي في السي اس في بتاعتنا الصور اقدر اتعامل معاها في النان باي بالامر ده داتا فريم ايمج بيساوي داتا فريم ايمج ابلاي للداله اللي انا هكتبها لك دي لامدا ايمج ان بي دوت فروم سترينج ايمج، و ان بي دوت فروم سترينج دي بتحول الصور اللي هي بعلامات نصيه، لان السي اس في بتاعتنا بيكتب الصور بعلامات نصيه، والصب دي معناها اللي هو بيفصل بين كل مثلا كل صف وصف في الصوره بتاعتنا بالعلامه دي اللي هي علامه سترينج دي. بعد كده بنقول بقى بنجيب اللي هي بنجيب النبي دوت في ستاك داتا فريم ايمج دوت فاليوز بنحطها في الاكس داتا، دي الداتا بتاعت الاكس، بنقسم الاكس داتا دي بنقسمها على كل القيم اللي فيها اللي هي كل الصور اللي فيها بنقسمها على 255 عشان نخلي رينج الصور من 0 ل 1. طبعا انتوا عارفين ان الصور بتكون رينج من 0 ل 255، فاحنا بنقسمها على 255 عشان تطلع لنا من 0 ل 1 ماشي. بعد كده بنقول ايه convert to float بنحول الايمجز بتاعتنا لفلوت، وبعد كده بنعمل لها ريشيب بحيث انها تبقى اربع ابعاد، عدد الصور اللي هو اول بعد ده كام صوره عندي في الاكس داتا دي، والصوره الواحده فيهم كام بعد قصدي كام اكس وواي، الاكس والواي 96 96 وكام تشانل اللي هي واحده بس، ونفس الحكايه نعملها مع الواي كل ده مع الواي. بعد كده بنعمل شافل بقى، احنا عندنا هنا الشافل اللي هو بيدمج او بيلخبط كده الصور في بعضها في بعضها. بعد كده بقى بيقسمها على حسب الشافل، هنا بيجيب لي اكس تريم مثلا، انا مثلا تحت هنا اعمل لها ايه لما عملت هنا تحت، تعالى كده نعمل ران ده بس الاول، بقول هنا اكس تريم واي تريم واكس تيست واي تيست بتساوي لود داتا 0.1، معناها ايه بيعرف معناها ان هو بيقسم الاكس تريم والواي تريم بنسبه 90% من الصور اللي عندي، والاكس تيست والواي تيست بياخد بس 10%. بعد كده بعمل ايه زي ما انا قلت لك، انا في طبعا انت ممكن تطلعها باي اوتبوت، يعني الموديل بتاعك ممكن تطلعه باي اوتبوت، بس انا استخدمت ان انا هطلعها باوتبوت مصفوفه 1 في 1 في 30، فانا بعمل ريشي بالواي ترين والواي تيست بحيث انها بتبقى نفس ابعاد الاوتبوت بتاع الموديل بتاعي. انا بقول هنا ان بي دوت ريشي واي ترين سالب 1 1 في 1 في 30، وكذلك الحال مع الواي تيست. تعالى كده بقى نعمل ران دي، بس كده عملنا رن. تعالى بقى نطبع اهو جايب لنا اهو، انا عندي مثلا في الاكس ترين دوت شيب 1926 صوره 96 في 1، وكذلك الواي ترين 1926 نتيجه مصفوفه ناتجه 1 في 1 في 30، ده المصفوفه الواحده 1 في 1 في 30 ده البعد بتاعه، وكذلك في الاكس تيست والواي تيست، الاكس تيست عندي 214 صوره هنا كده. نيجي بقى احنا خلاص، احنا كده معانا الداتا سيت عملنا لها البري بروسيسنج بتاعتنا قبل ما ندخلها على الموديل بتاعنا، نبتدي بقى نبني الموديل. فاحنا بنقول هنا ايه اكسبشن خلاص شغال مش لازم، بنقول هنا امبورت تنسر فلو اس تي اف، وبعد كده بنعمل فروم تنسر فلو دوت كيرز دوت ابلكيشنز امبورت في جي 16. زي ما انا قلت لك انت ممكن تستخدم اي موديل انت عايزه، ممكن تستخدم الاكسبشن ممكن تستخدم الريزنت براحتك عادي. دلوقتي احنا بنعلن او بنسطب الموديل بتاعنا اللي هو الفي جي 16، بنقول في جي جي كون اندرسكور كون بتساوي في جي جي 16 الويدث حملها من الايمج نت، والانكلود توب بتساوي فولس. الانكلود توب دي اللي هي شيل الاوتبوت بتاع الفي جي 16، الفي جي 16 اصلا كان معمول عشان التنبؤ بالصور، هو بيبقى اصلا الاوتبوت بتاع الفي جي 16 1000 كلاس او 1000 او 1000 تصنيف، الصوره دي كانت بتاعت كلب، الصوره دي بتاعت قطه، الصوره دي بتاعت حيوان اي كان، يعني الصوره دي بتاعت مثلا فيها مج او حاجه زي كده. فانا بشيل الاوتبوت بتاعي عشان احط بشيل الاوتبوت بتاع الفي جي 16 عشان احط الاوتبوت بتاعي. ننزل بقى تحت بنقول هنا ايه خلاص احنا دلوقتي بنبني الموديل اللي احنا هنحط فيه الفي جي 16. بنقول هنا موديل بتساوي تي اف دوت كيرز دوت سيكوينشال، بعد كده بنضيف فيه الاوتبوت بتاعي بقول موديل دوت اد
df.keras.layers.input shape.input بحط بين قوسين بحط لها اللي هي البارامتر شيب 96 في 1. خلاص كده دي الانبوت بتاعي. البي سي 16 ما بياخدش صور الا لازم تكون 3 شانل. يعني 3 شانل يعني الوان بي جي ار او ار جي بي. فانا بعمل ايه هنا؟ الصور طبعا اللي عندي في تريننج سيت بتبقى هي شانل واحده، فمش هينفع ادخلها على البي جي 16 الا لما احولها ل 3 شانل. فانا بعمل هنا ايه؟ بضيف حاجه سهله جدا، بقول موديل دوت اد تي اف دوت كيرز دوت ليرز كون في 2 دي، بطلع لي 3 شانلز، طلع لي اوتبوت من اللاير دي 3 شانلز، والكرنال هتستخدمها 3 في 3 والبادنج سيم، سيب البادنج زي ما هو. بعد كده بقى بنضيف الفي جي اندرسكور كونف، بنضيف اللي هو الفي جي 16 في الموديل بتاعنا. وبعد كده بنضيف بقى اخر حاجه عندنا موديل دوت اد تي اف دوت كيرز دوت ليرز كونف دو تي لاير، بتطلع لي مصفوفه 30 بعد، البعد بتاع الشانلز بتاعها 30، كرنال زي كرنال سايز 3 في 3 والسترايدز اللي هو التحرك 1 بمقدار 1 في الاكس والواي. نعمل كده رن هنا. بيحمل هو الفيجي 16. طبعا هو الفيجي 16 لو انت شفت هنا فعنده 14 مليون بارامتر، ممكن هتبقى يعني صعبه شويه في البريدكشن، في الريل تايم بريدكشن، فتستخدم مثلا موديل اقل شويه، مثلا ممكن تستخدم في الموبيل نت بيبقى اقل شويه او اقل بكتير من الفيجي 16، مش عارف بيبقى كام بارامتر بس يعني ايه. تمام. يعني نيجي بقى هنا بقى الموديل دوت كومبايل. احنا دلوقتي هنسطب الموديل بتاعنا، هنعمل له كومبايل عشان عشان نعمل فيتنج على الموديل. انا بنستخدم هنا المين ابسولوت ايرور في اللوزز عشان نحسب اللوزنج فانكشن، لوزز بتساوي تي اف دوت كيرز دوت لوزز دوت مين ابسولوت ايرور، اوبتمايزر بتساوي تي اف دوت كيرز، هنستخدم الادم ليرنينج ريت 1 من 1، والميتريسز بتساوي الميتريسز هنستخدم الام اس اي. ممكن تحط هنا الاكيورسي براحتك مفيش اي مشاكل. نيجي بقى هنا هنعمل فيتنج موديل دوت فيت اكس ترين والواي ترين والباتش سايز 64 والاي بوكس، باتش سايز ده كحجم الصور اللي هتدخل في اللفه الواحده، وكام اي بوك 200، هنعمل 200 اي بوك، والفاليديشن داتا اكس تيست والواي تيست. تعالى كده بقى ايه نعمل كومبايل، نعمل ران بس الكومبايل الاول، عملها اهو. نعمل ران بقى للفيتنج ونسيب انت براحته بقى، يعني عارف انت ايه هياخد منك، هياخد شوية وقت كده طبعا. فانا ايه بس شوية، ادي اول ايه بوك خلص. نفس الحكاية دي ونفس الكلام ده بيبقى على اللوكال بي سي، يعني ما فيش، بس هتختلف بس ان انت مصر بس قراية الملفات والتريننج سيت فين والحاجات دي كده. هتلاحظ مثلا لما انت مثلا يخلص ال 200 اي بوك، او مثلا لو انت رجعت عملت فيتنج تاني للموديل، لو اللوزز فانكشن بتاعتك وقفت عند حد معين، يعني مثلا ايه اللوزز فانكشن بتاعتي مثلا وقفت عند مثلا 0.5 مثلا مش قادر تتحرك، فانت ترجع هنا للكومبايل وتقلل الرينج الليرنينج ريت، يعني مثلا بقى هو بدل ما هو 0.1 من 1000 لا تخليه 1 من 10000، تخلي 4 اصفار جنب الواحد، وتعمل كومبايل، تعمل ران للبتاعة دي، وبعد كده تعمل ران للفيتنج، هتلاقي اللوز فانكشن بتاعتك بتقل. اعمل الحركة دي كده ايه مرة او مرتين لغاية ما تلاقي اللوز فانكشن بتاعتك يعني ايه قلت بشكل كافي. يعني هو بقى ايه لو زي ما انتوا لاحظين اللوز فانكشن عمالة بتقل اهي. انا هوقف بس الفيديو لغاية ما يعني اعدي كده او اجيب لوز كويسة يعني نقدر نشتغل عليها دلوقتي. دي كانت نتائج قبل كده، دلوقتي هنشوفها ازاي بتتعمل. لو تلاحظ هنا ايه ان هو في خلاص ان هو جاب هنا لغايه 90 اي بوك هنا كده، لو تلاحظ ان هو واقف عند حته اللي هنا، لو احنا بصينا كده على اللوزز واقف عند حته ال 50 او ال 48 وكده 48 نزل 43 كده ايه. فانت لما بتلاقيه 47 زاد شويه، فانت لما تلاقيه واقف كده عند حته معينه او مش قادر يتحرك كده، فانت ايه تقلل الليرنينج ريت. هنوقف كده الفيتنج كده،
وقفناه، نروح نزود في الليرنينج ريت عندنا، احنا عندنا 1 من 1000 نخليها 1 من 10000 مثلا، ونشغل كده الكومبايل. ما تعملش الحركه دي كتير يعني، اعملها بس المره دي وخلاص، او كمان مره كمان وخلاص، عشان ما تقعش في حته الاوفر فيتنج. وكمان اساسا عندي الداتا سيت صغيره، انا عندي 2000 صوره بس بتدرب عليهم، ده عدد قليل جدا كمان. فانت لما تعمل كمان تزود الليرنينج، تقلل تعمل الحركه دي على داتا صغيره، فانت بيحصل مشكله عندك الاوفر فيتنج. فانت لما بتيجي تعمل تيست للايمجز ما شافهاش الموديل قبل كده، فانت بيطلع عندك اخطاء كتير. تعال كده ايه، احنا قلنا واقف عند ال 50 مثلا، تعال كده نعمل ران للفيدنج، قللنا الليرنينج ريت. بص اهو نزل ل 36 35 34، نزل ل 20ات. انت براحتك بقى عيش بقى، ما هو خلي بالك ما بيعيدش تاني الفيتنج. لا لو انت لعبت بس في الليرنينج ريت بتاع الاوبتمايزر، لا ما بيعيدش الفيتنج. لو انت لعبت بقى في الاوبتمايزر نفسه، غيرت الاوبتمايزر ده مثلا من انا خليته مثلا جي دي الجي الاس جي دي، او لعبت مثلا في اللوز خليته مثلا بدل مين ابسولوت ايرور خليته اي حاجه تانية، بيعيد الفيتنج تاني. خلاص بقى كده نوقف، احنا مش عايزين بقى، خلاص كده كفايه اللوزز فانكشن دي. وصلنا لاخر حاجه اللي هي 24 من 1000. هنا بقى لو انت عايز تحمل الموديل عندك، فاحنا لو شغلنا كده، لو انت عايز تحمله بقى على لو انت عايز تحفظه وتحمله على اللوكال بي سي عندك، كده نفتحها تاني، هتلاقيه ظهر عندك في الملفات هنا او موديل دوت اتش 5، تدوس هنا داونلود لو انت عايز بقى تستخدمه عندك بقى على الجهاز عندك. تيجي بقى هنا بقى ايه هنعمل، احنا خلاص احنا قبل ما نعمل بريدكشن هنعمل يعني نمشي كده مع مصاري البرنامج هيعمل ايه. اولا انا عندي تيست ايمج، تيست ايمج فمش محتاجه بري بروسنج، احنا عندنا اصلا احنا عملناها بري بروسنج فوق، هي اصلا 96 في 1. فاحنا هنعمل اكستراكت لللاند ماركس قدام ان شاء الله، قدام دلوقتي هوريك ازاي هنعمل بريدكت وكده. بس بعد ما نعمل بريدكت ونطلع الاوتبوت بتاعنا، هنعمل داله بتخرج لنا الاوتبوت ده، هنعمل داله اسمها اكستراكت لاند ماركس، بتاخد الواي بريدكشن اللي هو الاوتبوت، والايمج اكس واي والايمج اكس ايمج اكس سايز اكس اللي هي 96 في 96. بنقول هنا لاند ماركس ده بنعمل مصفوفه كده اسمها لاند ماركس، بعد كده بنلف المصفوفه اللي هي 1 في 1 في 30 تشانل دي، بنلفها بمقدار 2 عشان الاكس والواي، بنلف كل بوينت وبوينت. بنقول هنا لاند مارك اكس ولاند مارك واي بتساوي واي بريدكت 00 اي، في مضروبه فيه 96 اللي هي هتبقى 96 يعني ده ايمج سايز اكس. وكذلك الحال مع الواي بريدكشن 00 اي بلس 1 اللي هي قيمه الواي مضروبه في الايمج سايز واي، وبنعمل لها امبند في المصفوفه بتاعتنا دي، وبنعمل ريتيرن للمصفوفه دي. المصفوفه اللي بتخرج لي اللاند ماركس او بتطلع لي من اللاند ماركس بتاعتي. هنا بقى السيف ايمج ويز الداله اللي بتعرض بقى الشغل بتاعنا، الشغل بتاعنا اللي هو الايمج، تحط اللاند ماركس على الايمج بتاعتي. بنعمل هنا ايمج واللاند مارك بتاعتنا والجري سكيل بتساوي فولس. جري سكيل دي اللي هي بارامتر اللي انت عايز تعرض الصوره بالوان ولا من غير الوان. طبعا التست ايمج بتاعتنا هي من غير الوان، فهي فاحنا هنحطها قدام ترو اللي هي جري سكيل بتساوي ترو، لكن هي كمبدئيا هنحطها فولس. فانا هنا بنقول لو الجري سكيل لو هي ترو، لو انا عندي اصل الصوره اللي انا هديلك جري سكيل، فانت هتعمل لها بيليتي دوت شو ان بي دوت سكويز ايمج والسيمه بتاعتها جري. لو غير كده هتعرض الايمج على طول لانها هتبقى الوان. دلوقتي بقى هنتحرك جوه اللاند مارك بتاعتنا، هنقول فور لاند مارك ان لاند ماركس بتساوي بي ال تي دوت بلوت لاند مارك 0 لاند مارك 1 كلر واي اللي هي الكلر والويدز الحاجات دي، وبي ال تي دوت تكست. احنا دلوقتي هنعمل ايه، هنحط قدام كل لاند مارك الرقم بتاعها، يعني مثلا ايه العين دي رقمها 1، العين الثانيه رقمها 2، اللاند مارك اللي على البق رقمها 3 وكده. هنعمل كده مع كل الايمجز بتاعتنا. فاحنا بنعمل هنا متغير تمبريتري فاريبل وبنزوده كل مره كل ما بيتحرك جوه الفور لوب دي. ونحط هنا بنقول بي ال تي دوت تكست لاند مارك 0 لاند مارك 1 والاس تي ار بنعمل بنحول الاس اللي هو المتغير الاو بي من انت ملي للسترنج عشان نعرف نعرضه، والوايت بيبقى والكلر بيبقى وايت والفيتساس 15. بعد كده بنعرض البيلت بتاعتنا، بعد كده بنعملها سي ال اف عشان نعرضها يعني. تعالى نعمل ران.
عفوا يا جماعه لو انا بشرح بسرعه، بس انا عايز مش عايز اطول وقت الفيديو والحاجات دي. فانت لوحدك كده واحده واحده، لو في حاجه وقفت معاك في الكود ده اكتبها لي تحت في التعليقات وان شاء الله ارد عليك. لو حاجه وقفت معاك ركز كده في الكود، ولو في حاجه وقفت معاك قول لي انا هشرحها لك باذن الله في التعليقات. دلوقتي بقى هنعمل تيست للايمج. انا مثلا عايز اعمل تيست على الايمج رقم 90 في التيست ايمج، فانا هنقول هنا اي بتساوي 90 والواي بتساوي المودل دوت بريدكت توقع لي الايمج اللي انا اديها لك. فطبعا قبل ما انا بدي له الايمج بتاعتي بعمل لها ان بي دوت اكسباند دايمنشنز، لان في التيست ايمجز بتبقى سيت وسيم سيت وسيم في واحد، فانا بحط لها بس ايه البعد الرابع اللي هو البعد اللي هو بتاع كانها مصفوفه اربع ابعاد، بس هي بتبقى نفس الصوره، هي ما بتبقاش ذاك. مش عارف اقولها لك ازاي، يعني عارف انت ايه انت 6 و 6 و 6 و 6 في 1، فانا انا بس بخليها 1 في 6 و 6 و 6 و 6 في 1 بس عشان اقدر ادخلها على الموديل، لان دي الانبوت اللي بياخدها الموديل. بعد كده بقول له اكس 0 اللي انا بضيف الاكسس ده اللي هو البعد الجديد على اول مصفوفه، وباخد البريدكشنز اللي هي اول مصفوفه عندي في الواي. بعد كده بقول واي اتش بتساوي اكستراكت لاند مارك، بخرج بقى اللاند ماركس بتاعتي واي اكس تيست اي دوت شيب 0 اكس تيست اي دوت شيب 1. بعد كده بعرض بالداله بتاعت اللي انا عملتها اكس تيست اي واي اتش وجري سكيل بتساوي ترو. تعالى كده نعمل رام، اهو جاب لي صوره من الاكس تيست اهي، مثلا العين اليمين بتبقى اللي هي البوبو بتاع العين اليمين دي النقطه رقم 1 والنقطه رقم 4 والنقطه دول 5 دول بيمثلوا العين اللي هي العين اليمين. مثلا تعالى مثلا نجرب صوره ثانيه كده، مثلا 18 هنلاقي هنا ان العين اليمين برضو بيتمثلها النقطة 1 و4 و5. ودي صورة تانية اهي، تعالى مثلا الصورة رقم 20 اهي، دي صورة تانية اهي. خلاص كده احنا عملنا تيست للايمج على التيست بتاعتي. تعالى بقى لو انا عندي ايمجز تانية خالص غير الايمج، يعني انا عندي ايمجز تانية بابعاد مختلفة عايز اجربها، عايز اعمل لها تيست على الموديل بتاعي، فانا هعمل ايه؟ هتلاقي برضو في نفس الفولدر اللي انت حملته من اللينك اللي انا هسيبه لك بتاع ميديا فاير، تروح كده على الفولدر اللي احنا حملناه اهو تيست ايمجز، هتاخد كل الايمج دي تعمل لها ابلود على الكولاب. اوكي استنى كده بقى لغايه ما يعمل لهم ابلود. هم 12 صوره، بستخدم هنا مكتبة الاوبن سي في عشان نقدر نتعامل مع الصور دي ونعملها ريسايز قبل ما تدخل والحاجات دي اللي احنا هنعملها قدام. دي ده اللي انا هشرحها لك كمان شويه. الداله دي هي بتعمل نفس حكايه الداله اللي فوق، بتعمل كونفرت لاند ماركس اوريجينال، انا هشرحها لك كمان شويه. تعال كده نشوف الكود اللي تحت بيعمل ايه. دلوقتي انا بهلف جوه الايمج بتاعتي، هقول 4 اتش ان رينج 1 و13، انا عندي 12 ايمج فهو احنا بنحطها 13 عشان اخر رقم ما بياخدوش، وبنتحرك بستيب 1. نقول هنا ايمج بتساوي cv2.imread دوت ايمج دوت اللي هي الحرق السترنج دوت فورمات str h. طبعا انا مرقمهم هنا فاحنا هيتحرك، فاحنا هنبنيها على الارقام. شيل دي كده ملهاش لازمه. دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ احنا دلوقتي مثلا عندنا صوره مثلا يعني بعد مثلا 200 في 200 مثلا او 200 في 200 مثلا، فانا عايز اعمل، فانا بعمل لها ريسايز عشان ادخلها على المود، فانا بعمل لها ريسايز 6 و6 عشان بحيث تكون هي 96 96، صح؟ طب ماشي. بعد ما انا اعمل ريسايز وانا ادخلها على الموديل واطلع الواي بريدكشن، طب انا عايز احول النقط اللي انا طلعت من الواي طلعت من الموديل دي احولها للاوريجينال خالص اللي هي 200 في 200 اللي هي النقط دي اللي هي بتاعت الصوره نفسها اللي هي 96 في 96 اللي هي في الصوره اللي هي 96 في 96، انا عايز احولها لي يعني اشوف البوينت دي فين في الاوريجينال ايمج اللي هي 200 في 200. فانا بعمل ايه؟ بعمل حركه صغيره، بعمل اكس فاكتور وواي فاكتور. الاكس فاكتور دي بقسم الصوره بتاعتي عرض الصوره بتاعتي اللي هي الاكس فاكتور على 96، وكذلك برضو الامر مع الواي فاكتور. ليه؟ لان انا بعد ما اطلع البوينتس اللي هي البريدكشنز بتاعتي بضربها في الاكس فاكتور دي عشان اجيب موضوعها فين في الصوره الاصليه. بعد كده بقول هنا كوبي بتساوي cv2.cvt color، بحولها من بي جي ار لجري. بعد كده بعمل لها ريسايز اللي هي الكوبي دي هنا في الخطوه دي. بعد كده بعمل لها اكسباند دايمنشنز عشان اعمل لها بدري، عشان هي الصوره عندي مثلا 96 في 96 فانا بخليها 96 في 96 في 1، بعمل بعلن عن
الاكسس اللي هو الثالث اللي هو الشانل. بعد كده بقسمها على 255، بعد كده بعملها بعمل لها انها اس تايب فلوت 32. بعد كده بقى بنبدا هنا ان احنا نعمل لها بريدكت بالموديل بتاعنا. بنقول موديل دوت بريدكت ان بي دوت اكسباند دايمنشن كوبي اكسس 0، وبناخد اول مصفوفه اللي هي التوقعات بتاعتنا. بنقول هنا واي اتش بتساوي اكستراكت لاند ماركس، اللي هي بنعمل اللي هي بنطلع اللاند ماركس بتاعتنا اللي هي اول داله خالص احنا شرحناها فوق فيت مع تيست ايمجز. بنقول لها واي كوبي دوت شيب 0 وكوبي دوت شيب 1 ونطلعها في الواي اتش. دلوقتي بقى احنا هنعمل داله بحيث ان انا تضرب كل القيم اللي احنا اديها لها في حجم الصوره الاصليه. بنقول هنا كونفرت لاند ماركس اوريجينال، بتلف كل الواي بريدكشنز دي. طبعا احنا بالداله اللي فوق حولناها من 1 1 في 30 محولناها ل 15 صف في عمودين. ده اللي المصفوفه الجديده حولناها 15 صف في عمودين، فاحنا بنتحرك في 15 بس، ان احنا ايه 15 بوينت بتاعتنا بس. فهنقول لاند مارك اكس ولاند مارك واي بتساوي واي بريدكت اي 0 في ايمج سايز اكس، والواي بريدكت اي 1 في ايمج سايز واي، وبنرجعها تاني بنحطها في اللاند مارك دي وبنعمل ريتيرن لاند مارك دي، وبنطبع هنا الواي اتش اوريجينال. يعني البوينتات دي هتكون فين، البوينتس دي هتكون فين في الاوريجينال ايمج. بعد كده بنقول هنا بنعرضها بالداله اللي احنا عملناها فوق اللي اسمها سيف ايمج ويز لاند ماركس. بنعمل حاجه مهمه قبل ما احنا نعرض المات بلوت ليب، ما بيقبلش البي جي ار، بيقبلها ك ار جي بي، فاحنا بنحولها سي بي 2 دوت سي بي تي كولر ايمج سي بي 2 دوت كولر بي جي ار 2 ار جي بي عشان نخلي المات بلوت ليب بتاعتنا يعرضها. وبنديله الواي اتش اوريجينال، بعد كده جري سكيل بتساوي ترو، لا خليها فولس بقى فولس بدل ترو خليها فولس، لان دي اوريدي عندنا اصلا ان هي مش جري سكيل. تمام كده كل حاجه. تعالى كده بقى نعمل رن. احنا تقريبا عملنا رن لل عملنا. طب تمام ماشي. يعني عندنا دي الصور كده اللي عندنا في التست ايمج. طبعا احنا هيكون عندنا اخطاء، لان زي ما انا قلت لك احنا عندنا التريننج سيت مش كتيره قوي، فاهم؟ فاحنا ايه ممكن يطلع اخطاء. يعني مثلا ايه، انا لاحظت مثلا في التريننج سيت دي ان هو بيتوقع الوشوش اللي هي مباشره للكاميرا بطريقه كويسه. يعني انا عندي مثلا اللي هي الصوره دي ما شافهاش في التريننج ولا في التست في الفاليديشن يعني، والصوره دي برضو يعني متوقعه شويه صح، اللي هي الصور المباشره للكاميرا نفسها. اهو دي صوره مباشره، اهي كلها صور مباشره. لو تلاحظ بس لو احنا نزلنا كمان تحت كده ايه، هتلاقي مثلا زي الصوره دي مثلا، اللي هي الصوره دي مش متوقعه صح خالص، لانها فيها تعبير وش هو فاتح بقه قوي، فهو الصوره دي مش موجوده قوي في التريننج سيت عندنا، فمش قادر يتوقعها. ممكن انت تعمل التريننج سيت دي بتاعتك عادي يعني، فانت ممكن تضيف على التريننج سيت دي، تضيف تريننج سيت تاني على التريننج سيت دي وتعالجهم هما الاثنين بحيث ان هما يبقوا نفس الابعاد وكده ونفس الاوتبوت وهكذا. دي الصوره برده متوقعه صح، فبس هو ده كان الفيديو بتاع النهارده يا جماعه. ولو عندك اي استفسار عن اي حاجه سيب تعليق تحت الفيديو ان شاء الله ارد عليك. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.